قادها شباب مغاربة طموحين داخل المنتدى المغربي للشباب، ألا وهي حكومة الشباب الموازية. لأنه إذا كانت حكومة الشباب الموازية يحترف فيه اثنان في دورهم الاساسي في هذه المبادرات، وايضا من اجل انتخاب رئيس الحكومه الشباب الموازيه بشكل عالمي ديمقراطي سلس امام يعني امام الجمهور. كذلك مفترض انه نحسن واحد مجموعه من الاقتراحات قارب 20 مقترح اجرائي من اجل تقديمها الى الحكومه الدستور من باب يعني الفعل الرسمي الذي يجب ان تتمثل حكومه الشباب الموازيه هو متابعه التنميه والقوه الاقتراحيه التي تجسدها في اقتراحات عمليه جديه من صميم يعني المخصوصات حسب وزاره الشباب في حكومه الشباب الموازيه، على اعتبار ان كل وزير شاب هو يعني اخذها أو يمثل القطاع بناء على كفاءته بناء على يعني تمثيل يعني تعبير الميتريز ديال القطاع الوزاري اللي خدع. وبالتالي مفترض على أنه كل وزير يتبع هذا القطاع بشكل يعني قريب بشكل إجرائي، ومن ثم تقديم اقتراحات إجرائية عملية للخروج بين قوسين حنا سميناها خروج من الأزمة. يعني زيادة المشاريع السياحة كما تلاحظوا اليوم هي فرصة لتأسيس نموذج جديد وراهن على تفعيل الشباب كبدائل جديدة لطرح ممكنة خصوصا على مستوى النموذج التنموي الجديد، لا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو على المستوى البيئي بصفة عامة. واليوم نرى على أنه أصبح للشباب دور أساسي في تتبع وتقييم السياسات العمومية في المغرب، لذلك فهي فرصة اليوم لترسيخ مكانة الديمقراطية لدى هؤلاء الشباب من خلال تمكينهم من تفعيل رسالتهم السياسية عبر تأسيس حكومة موازية تقوم بأدوار يمكن أن نعتبرها أدوار رقابية أو أدوار اليوم اقتراحية. اليوم من خلالها يمكن للشباب إصلاح صوتهم لدى هؤلاء المسؤولين والفاعلين في مختلف القطاعات، وبالتالي نتمنى أن تكون هذه الحكومة هي فرصة وبداية طريق لتفعيل البرامج الدستورية الجديدة التي من شأنها أن ترفع رهان جديد وهو نموذج تنموي جديد وراهن على العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية بمختلف تجلياتها. وبالتالي نسعى من خلاله إلى إبراز كفاءات هذه الحكومة والتي ما فتئت تندد بأنه يجب اعتبار الشباب كقاعدة وكخاطرة للتنمية والتي من شأنها أن تخلق الحدث اليوم باعتباره بداية سعيدة لهذه الحكومة. حكومة الشباب الموازية كقوة اقتراحية اشتغلت منذ يعني 7 سنوات من أجل أن تقدم البديل في السياسة العمومية. اليوم سنشتغل على برنامج عمل من أجل أن نساعد الحكومة على أن تجد حلول أو الخروج من الأزمة الحالية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي نعاني منها.